كونوا بعض شبابنا وإخوتنا وأبنائنا يجتهد، يقرأ القرآن، يصوم، يذكر، يقوم، ومع ذلك ما زال قلبه مضطربا، ما زال قلبه قاسيا. لماذا؟ الكذب. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال علماؤنا أن تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، يعني أن تقديم الذين آمنوا على جملة تطمئن قلوبهم يفيد اختصاص المؤمنين بهذه الطمأنينة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا لا. ولذلك اتفق أهل التوثيق على أن الصادق لا يكذب أبدا. قد يصدق الكذاب ولكن أبدا لا يكذب الصادق، فإذا كذب المرء مرة خرج من ديوان الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. تحري الصدق. قال الإمام الهروي في منزلة الرياضة، قال: الرياضة هي تمرين النفس على قبول الصدق. وما السبيل إلى صدق القلب؟ سبيل واحد، سبحان الله. وكأنها صارت القضية التي ينبغي أن تشغل المسلم اليوم. قيل لأحد السلف: ما هو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. كونوا